مرحبا برج القوس، القراءة راح تكون حق الطالع الشمسي والقمري. دائما الشمسي هو الأولى، إذا ما انطبق عليك روح للطالع القمري وإلى آخره. راح نحاول ننظر إلى جميع الأصعدة، ولكن الرسالات المهمة هي اللي فقط راح تظهر في القراءة. نشوف مع بعض. سبعة الخماسيات. برج القوس، أحسك تحاتي المستقبل، دائما عندك قلق من المستقبل. أو تسع الأكواب، تنتظر شيء أو شخص معين بفارغ الصبر، كأنما تمللت من الانتظار. أوكي، ممكن يكون تنتظر متى تتخرج من الجامعة وترتاح، متى تتزوج وترتاح، متى يرجع حبيبك وترتاح. تنتظر شيء عشان يسبب لك الراحة، لأنك قررت أنه ما راح تكون مرتاح في وضعك الطبيعي. البداية الجديدة، وإن كان شيء من الماضي اللي قاعد تنتظره أو شيء نتائجه راح تكون في المستقبل مثل الدراسة الوظيفة، ولكن بالنسبة لك هو يمثل البداية الكبيرة. ما أدري ليش حاطه أمامك، هو كأنما شجرة لكل آمالك قاعد تعلق فيها. وهذا لكن أشوف أنه كنصيحة لك، يجب عليك تجنب أن تعلق آمالك كلها في شجرة واحدة أو كلها في فرصة واحدة، في أمنية واحدة. هني قاعد يقول لي وزع جهودك، حاول في كذا مجال، في كذا وظيفة، كذا شركة. الشريك خلي الأمور تمشي معاه بالراحة، لا تكون يعني جدا متعلق. إذا الأمور ما مشت مع فلان راح تنتهي حياتي، خل النهاية عندك شوي مفتوحة، خل عندك طاقة ملك السيوف. هني يطلب منك عدم تحديد الهدف. أوكي، حدد أن أنت تريد أن تكون سعيد في الفترة القادمة، تحصل على أمنيتك، أمنيتك الوظيفة، ولكن لا تحدد الوظيفة تريدها تكون في أي شركة مثلا، التجارة في أي موقع مثلا، الشريك تحدد اسمه وقول فلان ولدي فلان هذا اللي أريده. لأن أشوف هني عندك طاقة تقول لك أنت لا تعلم مصلحتك بالضبط وين. الإنسان خلق جاهلا، يرى فقط السطح أو الظاهر. في الكواليس في فرصة جديدة جدا مشرقة لك، ممكن تكون ليست ما توقعته، فهل سترفضها لأن هي ليست ما توقعته، أو مع شخص مش حاطة في بالك؟ هذا هو السؤال الموجه لك يا برج القوس. راح أشوف توضيح لهاي الطاقة. أوكي، وكأنما أنت راح تتوجه نحو الشريك، أو في الفترة القادمة ستحاول أن تحزم هذا الموقف، موقف الانتظار عندك. قلت لك في البداية تنتظر شيء من الماضي أو تنتظر رد معين من جهة معينة عشان تسمح لنفسك أن تكون مرتاح وسعيد. هني يقول لك لا، عليك أن تسعى تواجه الموضوع، تحصل على الجواب، وإن لم يعجبك أفضل أن تحصل على الجواب الحين وتتعامل مع الموضوع وتكون مستعد لشيء أفضل قادم لك. أو ممكن نفس الشخص، نفس الوظيفة، راح ترد تعرض نفسها بطريقة جديدة، راح ترد تتواجد في حياتك بطريقة جديدة، ولكن لن يحدث هذا الشيء إلا إذا قمت بالسؤال. هني يقول لك اسأل، مو واجه أو أدخل في صراعات أو جدال، لا، هني اسأل هل فعلا سأحصل على الوظيفة؟ اطلب جواب نهائي، هل فعلا تريد أن تكون في حياتي؟ هل فعلا سنتزوج؟ جواب صريح راح تلاقي له، سؤال صريح راح تلاقي له جواب صريح. اوكي، ست الخماسيات. ست الخماسيات موجودة هني، يقول لي يا برج القوس انت ما تقدر حتى لو حاولت ان تغلط، لا تلوم نفسك على اي طريقة يمشي فيها الموضوع، سواء مشى بكيفك ولا مو بكيفك، في النهاية راح يمشي لمصلحتك انت، فلا تلوم نفسك ولا تلوم الآخرين، لا تلوم الجهات اللي قاعد تتعامل معاها، لا تلوم الأهل ولا تلوم الشريك. كل شيء في النهاية راح يوصلك لمبتغاك بطريقة أو بأخرى، فسهل الموضوع على نفسك عزيزي.
لأن تحتاج أن تكون في مرحلة لوحدك من أجل أن نعرف معنى السعادة. وجود هني 5 الخماسيات بين هاي القراءة يقول لي تحتاج أن لفترة ما تعرف معنى الوحدة عشان تعرف قيمة اللمة. الألم ما راح نعرف قيمة السعادة بدونه، ونفس الشيء لو ما كان في حزن ما بنعرف أن احنا سعيدين. من المعاناة اللي أنت فيها وإن كانت مو عاجبتك وإن كان الوضع حاليا مش مقتنع فيه، من هذا الوضع تخلق رغبة جديدة. احنا دائما نفكر الرغبة الجديدة أو الهدية من السماء تقع في حضننا، نقوم من النوم نلاقي كل شيء حلمنا فيه ينتظرنا، صح؟ ولكن هني يقول لك هذا الوضع اللي مو عاجبك يخلق رغبة. الرغبة هي أثمن شيء ممكن أنت تحصل عليه، أثمن حتى من المال. كل شيء يبتدي برغبة، رغبتك أن أنت وضعك يكون أحسن، تكون مستقر مع شريك العطاء والأخذ معاه متبادل، تحبه ويحبك، موجود عشانه وهو أيضا موجود عشانك، حياة استقرار. وهذا ما يريد لك الله، وهذا اللي في مصلحتك. فأبدا لا تشكك في وضعك الحالي أو المستقبلي، كل شيء موجود في حياتك رح يضعك على الخارطة الصحيحة. أوكي. آخر شيء، كرت الفول كأنما الأوضاع الحالية رح تكون تلعب بطريقة أو تجرب طريقة عشان تحررك من أمور معينة متعلقة بالماضي، تفكير معين. ما أدري ليش أحس أن تفكير عندك هنا نمط تفكير معين. أوكي. دائما تتمنى الشيء وتتمناه بصفة تحديدية وايد، تحدد الشخص، تحدد الطريقة، تحدد متى وأين وكيف، ما تخلي عندك نهاية الطلب من الله سبحانه وتعالى يكون مفتوح. أريد أن أكون سعيد وكفى، أريد أن أملك المال وكفى، أريد أن أنجح في تجارتي وكفى، هذا كرت الصفر. أريد ولكن شلون رح يأتيني الموضوع هذا مو مهمتي، هذا مهمة الله. أنا أهتم بالجانب اللي أقدر أتحكم فيه، رغبتي، وأوجهها في الطريق الصحيح. النهاية المفتوحة لسؤالك بينك وبين الله هي الطريق الصحيح، لأن في أشياء في الكواليس تحدث إحنا دائما ما نراها، ولكن نرى نتائجها على حياتنا اليومية. فخل عندك ثقة بالله الملك الواثق، ثقته بنفسه وبالله سبحانه وتعالى، إن الشخص اللي من مصلحتك هو اللي عندما تقفز من على التلة هو اللي سيلاقيك. الفرصة، الوظيفة اللي من صالحك بغض النظر عن الدخل، الراتب، الامتيازات، اللي من صالحك هي اللي ستلاقيك على الجانب الآخر. فهذا الجانب ممكن يتضمن أي معنى، عاطفي، مالي، عملي، على حسب نيتك أنت ووضعك مع الأشخاص في حياتك. رح ننظر إلى جانب آخر وهو جانب الصحي أو احتمال العاطفي، الجانب اللي إحنا ما كلمنا عنه تذكره. هل من رسائل أخرى لبرج القوس؟ السيف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أحس أن في المستقبل راح يكون عندك حرية التصرف بالسيف. لا تنسى في الكارتات اللي قبل كان عندنا ملك السيوف وفارس السيوف. المطلوب منك أن تتمكن من سيفك، من قدراتك، من وقتك، من الفرص اللي موجودة أمامك وتعرض نفسها عليك. بالضبط، عندك الملكة المتمكنة، ملكة النار، الأغصان. هذه الملكة ما تتردد، ولكن مش لأنها مندفعة، لأن تمكنت من الغصن اللي عندها، عندها أداة. أنت مو شرط عندك غصن، يمكن يكون عندك سيف، يمكن يكون عندك خماسي، بغض النظر عن العرض اللي يأتيك في طريقك تمكن منه. لا تحس أنك مش واثق في طريقة استخدامه، متخوف، لأن الثقة هي اللي راح توصلك. بالضبط،
كرت التخوف، كرت انك تخاف ان اذا مسكت الاكواب اوكي او حصلت على الاكواب راح ينكبون. لحد الان عندك نوع من التخوف، احتمال ينبع من الماضي، تجاربك اللي مريت فيها في الماضي كان فيها خسارة. فدائما تفكر، وان كنت في الحاضر عندك فرص جديدة تفكر في الماضي، الماضي ما كان اوكي فالحاضر ايضا ما يصير اوكي. هني عندك صراع ما بين الماضي شلون مشى، انت قاعد تخلط هني ما بين الاشياء اللي في الماضي. انزين، 5 اكواب عندك من الماضي مع الاكواب الجديدة من الحاضر، صار عندك المجموع 7. تخلط ما بين الماضي والحاضر مثل الماء الصافي اللي نخلطه بالماء العكر، لما نخلطهم مع بعض راح يأثرون على بعض، ولكن راح يأثرون على حاضرك، راح يأثرون على قراراتك، على حسن تصرفك في المواقف، راح تكون مش عارف شنو تختار وشنو تبدي، تثق بمن، اي فرصة افضل لك، راح يصير عندك تشويش اذا ما تخلصت من الاشياء، التراما، الامور اللي مريت فيها في الماضي اللي لحين مأثر عليك نفسيا. هذا تأثيرها ترى نفسي اكثر من ان جسدي، اكثر من ان مادي، هذا تأثيره نفسي عليك. حان الوقت ان تقطع هذا الحبل عشان ما يتداخل عندك الماضي مع الحاضر. نوضح الكرتات. عندنا الامبراطورة لما تحتاج للسيف معناته ان هي تمثل الام الارض، حتى الام الارض ترى تحتاج الى السيف. عندما تنتشر الغابات في كل بقاع الارض احنا نحتاج للسيف عشان نقطع، عشان نحدد عندما يزيد انتشار الغابات، عندما يزيد انتشار الشيء. محتاج ان تضع حدود لمن؟ راح نشوف في شيء راح ينتشر عندك ويكون ايجابي لكن راح يزيد عن حده. ممكن يكون تهتم بالشكل بشكل زايد، تهتم بالتغذية بشكل زايد، بالمظاهر بشكل زايد، برأي الناس بشكل زايد، ممكن يكون اي شيء ايجابي، ولكن عندما يصير مبالغ فيه راح يحبسك. انت عبالك ان هذا الوضع انت موجود فيه برغبتك، ولكن هو سيحبسك من ان تنمو، من ان تتطور. لان ما ادري ليش بس احس ان انت هني تبالغ في ردة فعلك، او تبالغ في العطاء، تبالغ في الاخذ، لدرجة انك وقت من الاوقات راح تحتاج للسيف. اوكي، هذه ايضا رسالة لك. ومعروف برج القوس من الابراج اللي يتبع رغباته، يقول ما يرغب فيه، يفعل ما يرغب فيه. نوضح باقي الاوراق. عندنا 3 الخماسيات موجودة تحت 5 الاكواب. هني يقول لك ركز على الحاضر، الحاضر هو افضل تشتيت لك وطريقة للخروج من طاقة الماضي. اوكي، لحد الان قاعدة تجذبني كارت الامبراطورة. في قصة التارو الامبراطورة تحتاج الى الامبراطور عشان يأتي من بعد ما هي تسبب في ازدهار الارض، ازدهار الحيوانات، ازدهار الطبيعة. هي تحتاج للامبراطور ان يأتي ويضع حدود ويضع سور اوكي لهذا النمو. في نوع من الرغبات عندك، نوع من المبالغة في شيء معين، محتاج، لا تنسى تحت 4 الخماسيات، محتاج لوضع حدود مع الناس اللي حولك، مع طلباتك من الناس اللي حولك، عطائك للناس اللي حولك، ممكن يكون اي شيء، لكن هذه مسألة تسترعي اهتمامك. عندك 4 الاكواب، في فرص جديدة قاعدة تقدم نفسها لك، ممكن يكون حب جديد، ممكن يكون باب ينفتح لك عن طريق العمل، مصدر رزق ثاني قاعدة اشوفه اضافة. اوكي، مصدر رزق ثاني. انت لحد الان متعلق بشريك سابق، يأتيك شريك اجدد، شريك صافي. ولكن انت ليش عندك الاكواب كلهم صايرين صفة واحدة؟ لانك كأنما هني تعقدت من الخسارة.
وصلت لمرحلة تعتقد بأن كل الأصابع سواسية، وإن كانوا ليسوا سواسية بس كأنما أنت مللت هني، تمللت من كثرة الخيارات، تمللت أن دائما يخدعونك الأشخاص، فقررت أنك ترفض أو تؤمن بالحب. مو شرط ترفض الشريك، ممكن تسمح له أنه يدخل في حياتك، ولكن سماحك أن يدخل حياتك مو معناته أنه هو فعلا في حياتك، سمحت له أن يدخل قلبك، في فرق ترى. قاعد يحذرك من هاي النقطة، ان لا تخلي الماضي يأثر على نقطتين مهمتين عندك في الحياة ينتظرونك، الحياة العملية اللي انت مقبل عليها واللي محتاج ان تتمكن منها، وايضا يكون في نوع من الكنترول والسيطرة عليها. معروف برج القوس عندما ينوي او يحب ان يعمل شيء معين يسويه ليل نهار بدون ان يرحم نفسه او يريح نفسه، اوكي، محتاج هاي النوع، ومحتاج ايضا ان تتخلص من متعلقاتك بالماضي، بحيث ان اذا ممكن الشريك نفسه يرجع لك يعرض عليك فرصة جديدة، ممكن شريك جديد. انظر الى الكأس، هني ما اقول لك اقبل او ارفض، هني على الاقل ارفع رأسك، انظر الى الكأس نفسه، قيم الشخص قبل ان تحكم بشكل عام، شوف شنو فيه في الكأس قبل ان تقبل أو ترفض. راح أسحب لك كرت أخير تبع النصيحة يا برج القوس. Get to know each other. بالضبط المسجات تكرر ما أخبرتك إياه، تعرفوا على بعض، أو حان الوقت أن أنت وهذا الشخص، ما أدري هذا الشخص ممكن يكون فرصة عمل حتى، تعرف على الشيء اللي قاعد يعرض نفسه لك في الفترة القادمة. يقولك يا برج القوس أنا موجود، انظر في داخلي. Learn to meet others' needs for love. قبل أن تدخل الناس في حياتك، شوف عندك قطبين أنت لحد الآن ما تمكنت، نفس ما فتحت معاك هني الكرتات، ما تمكنت من أن تمسكهم من الوسط. ما هما؟ عندك كارت أن تسمح للأمور بالازدهار فوق ما يجب، فتحتاج بعدها السيف، تحتاج الإمبراطورة إلى الإمبراطور أن يأتي ويقنن، يحط كنترول على اللي سوته الإمبراطورة. وأيضا عندك طاقة ترفض، ترفض حتى من دون أن تنظر إلى الكأس نفسه، إما تقبل وتروح دائما مع التيار، إما لا ما راح أروح مهما يعرضون عليه ما راح أروح. أوجد لنفسك حل وسط، هني ما قاعد يقول لك أجين مرة ثانية أقبل أو أرفض. تعرف على الأشخاص، خذ وقتك، في شيء اسمه الحق أن تتعرف على الشخص قبل أن تدخله في حياتك، قبل أن ترفضه، قبل حتى أن تعتبره شريك. تعرف عليه، شوف أطباعه، يناسب أطباعك، تفكيره. التناسب والتكافؤ جدا مهم في العلاقة. بعد أن تتعرف عليه من حقك من دون أن يحكم عليك أي شخص، أوكي، ولا حتى التارو أن يخبرك أنت كان من حقك ولا مو من حقك أن ترفضه أو تقبله. أول تعرف عليه وكن واضح وصريح مع نفسك بشأن حقيقة الأشخاص، ومن ثم قرر. عزيزي برج القوس، هذه كانت توقعاتك الأسبوعية.